بعدها بالتعادل الإيجابي 2-2، وبعدها غزل المحله وصل للمباراه النهائيه. ونادي الاسماعيلي مشاهدينا اللي لعب امام فريق انبي في لقاء تحديد اصحاب المركز الثالث في النسخه الماضيه في عام 2022، حامل اللقب هو فيوتشر والوصيف نادي غزل المحله، مركز ثالث نادي الاسماعيلي، مركز رابع هو نادي انبي. قطعه خطيره والهدف جول جول جول، الهدف الاول، الهدف الاول للاسماعيلي على طول، النجم التونسي في راس شواط، في راس شواط، ونادي الاسماعيلي يضرب ضربته بدري بدري ويتقدم الان بهدف اول في مرمى نادي غزل المحله في الدقيقه الثالثه من عمر الشوط الاول. خطا دفاعي قاتل، خطا دفاعي قاتل، هذا التحضير ثم الباص غير جيده ثم المتابعه والمهاره والتصويبه الجميله بقدم النجم التونسي. برشا 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 يمدلل على طول فراش شواط يولعها نار هنا في استاد غزل المحله، ويتقدم الان فريق الدراويش بهدف اول مبكر جدا.